ناس من الـ يعني من الإبراهيمية ومن بلد عبد الحليم، قرية عبد الحليم، راحوا يحجوا، كانوا بيروحوا يحجوا على الجمال وكده، واخدين معهم بنت جميلة جدا جدا. واحد هناك شافهم مطوف من المطوفين اسمه محمد شبانة. محمد شبانة شاف البنت دي اتهبل عليها، وراح أكلم أبوها، أمها اتجوزها. قال له يا ابني احنا طبعا مش هنلاقي أحسن منك عريس لبنتنا، بس طبعا ما نقدرش بنتنا تتغرب عنا أبدا، معلش، وكل شيء نصيب. ما خد عنوانهم، وبعد 3 شهور لقوه رايح طابب عندهم في القرية. وطبعا أنا جيت هنا وهعيش هنا على طول معاكم. وافوا حتى عشان المغامرة اللي عملها، وافوا وجوزوها له. هذا الرجل اتجوز، اللي جاء اللي اتجوز البنت الجميلة دي، خلف 3 صبيان و4 بنات. الابن الأكبر خالص اسمه إسماعيل. إسماعيل اتجوز واحدة اسمها بهانة أحمد عماشة، وخلف منها بالترتيب كده. يعني إسماعيل ومحمد وعلي. علي مات بعد ولادته بحوالي 3 سنين، وعلية وعبد الحليم، آخر العنقود عبد الحليم.